بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. النوع 46 في أساليب القرآن وفنونه البليغة. والأسلوب الأول التأكيد، والثاني الصفة، والثالث البدل، والرابع عطف البيان، والخامس ذكر الخاص بعد العام، والسادس عكسه ذكر العام بعد الخاص، والسابع عطف أحد المترادفين على الآخر، والثامن الإيضاح بعد الإبهام، والتاسع وضع الظاهر موضع المضمر، والعاشر صيغة المبالغة أو صيغ المبالغة. فهو هيتكلم على 10 أساليب، هيقعد في التوكيد شوية كده، يمكن نقعد فيها بتاع 10 أيام ولا حاجة التوكيد، بس هو توكيد بقى عشان ايه نأكد. يعني الأسلوب الأول التأكيد، والقصد منه الحمل على ما لم يقع ليصير واقعا. أنا تملي أكد على حاجة في المستقبل، على فكرة ما أكدش على حاجة في الحاضر أو في الماضي، لأن الماضي قد وقع، هأكد الموجود تحصيل حصل، وبعدين أأكد حاجة في الحاضر كما هي حصلة. أقول الشمس طالعة، الشمس طالعة وهي طالعة، أقعد أكرر فيها تأكيدا، لأن من ضمن أدوات التأكيد إيه؟ أساليب التأكيد التكرار، فهمت؟ ده تحصيل حاصل، لكن إيه؟ تملي التأكيد متعلق بالمستقبل. أقول القيامة حق، الواقعة ما أدراك ما الواقعة، فهمت ازاي؟ لان دي هتوقع تبقى في المستقبل، فتملي التأكيد متعلق ايه بالمستقبل حتى يوقع موقع الواقع كأنه خلاص وقع، فهمت بقى ازاي؟ ده الهدف. لكن عمرك ما بتأكد حاجة ماضية، لان لان ده تحصيل حاصل، فهمت بقى ازاي؟ والقصد منه الحمل على ما لم يقع ليصير واقعا، ولهذا لا يجوز تأكيد الماضي ولا الحاضر لئلا يلزم تحصيل الحاصل، وإنما يؤكد، لأن تحصيل الحاصل من إيه؟ من المحال العقلي، والمحال العقلي اللي يقوله يبقى مجنون. تبقى كوباية المية مليانة، أقول لك املها لي مية، تقول لي سلامة الشوف يا عم ما هي مليانة إيه؟ أقول لك املها لي مية، تقول ده الراجل اتجنن ولا إيه؟ وهي الحاجة موجودة، وبعدين أجي أقول لك اعملها وهي معمولة وأكد عليك تعملها، يبقى ده إنسان فقد عقله. وعشان كده قالوا تحصيل الحاصل من المحال العقلي، فهمت بقى ازاي؟ ليه من المحال العقلي؟ لان العاقل يستحيل ان يطلب تحصيل الحاصل، فهمت بقى ازاي؟ تبقى قاعد يقول لك اقعد، ما انا اقعد، الله اتجننت ولا ايه؟ ما انا قاعد اهو، يعني اقعد فوقه عادي، فهمت؟ احصل الحاصل ازاي يعني؟ فهم؟ يبقى من ضمن امثله المحال العقلي تحصيل الحاصل، وبالتالي التاكيد لا ياتي في أمر حاصل بالفعل. ليه؟ لأنه يعتبر إيه؟ يعتبر كلام من غير العقلاء، وإنما يؤكد إيه؟ المستقبل بقى، لسه حاجة هتقع، فهمت؟ وفيه مسائل. الأولى جمهور الأمة على وقوعه في القرآن والسنة، وقال قوم ليس فيهما تأكيد ولا في اللغة. في عالم كده إيه منكفة، ليه مش فاهمين كده حاجه واقعه في اللغه وفي القران طول النهار، ناس قاعده بتتكلم على اساليب تاكيد، يجي لك ناس كده مخابيل في وسط العلماء يقول لا ما حصلش، يا عم في القران موجود، في لغه لا ما يحصلش، مش موجود. اسمها خبل عقلي كده، والخبل العقلي ده للاسف بيشوش على العلماء ساعات كثيرا، فهمت؟ زي اللي ينسب الى الله الجسميه، يا عم ربنا بيقول ليس كمثله شيء، ازاي تنسب لله الجريحه والجسمين؟
ما ينفعش. لا يقول هو كده، مش هو قال يد الله فوق ايديه قلت له ايده يبقى جارح. يا عم ربنا يهديك واتبح لك ديك، ما ينفعش كده. واخد بقى يقوم ينسب برضه ايه، فهمت ازاي؟ ففي ناس كده مناكفه، النوع المناكف ده يا دوب تبين له الحق مره واحده وسيبه وانطلق انت عشان ما تعطلش نفسك، فهمت بقى ازاي؟ لكن تفضل قاعد تخبط فيه طول النهار مش هتوصل لحاجه، دي حيطه سد، فهمت بقى ازاي؟ فبيقول لك ايه، جمهور الامه على وقوع التوكيد في القران والسنه، وقال قوم ليس فيهما تاكيد ولا في اللغه، بل لابد ان يفيد معنى زائدا على الاول. يعني حتى الحاجات المؤكده في القران الواقعه يجي يقول لك لا دي مش للتاكيد، ده بيفيد معنى جديد. معنى جديد ايه يا روح امك؟ فهمت ازاي؟ لا مؤاخذه يعني، ما احنا جراحين بقى، وجراحين دول اصلهم ايه؟ متعبين في الالفاظ شويه، بيجرحوا. عشان كده ساعات بيعملوا مهنتهم تحت تخدير، واخد بالك ازاي؟ فيا ويل اللي يقع تحت ايد جراح، واخد بالك؟ مشكله. والوهابيه وقعوا تحت ايدي فيا ويلهم، واخد بالك؟ فربنا ينجيهم مني. المهم، وقال قوم ليس فيها تاكيد ولا في اللغه. طب اللي وقع يبقى ايه؟ قال لك لا، لابد ان يفيد معنى زائدا عن الاول. الحاقه، ما الحاقه؟ طب ايه المعنى الزائد في الحقه الثانيه بقى؟ هو في ايامتين؟ حاجه غريبه يعني. ما انا بقول لك في خبل عقلي. واعترض الملحدون على والناس اللي قالوا ان في توكيد في القران وبتاع، قال لك اه التوكيد دليل ان هو ايه؟ بيجيب كلام زائد بلا معنى، طالما انت ذكرته بتاكده ليه؟ يبقى ده كلام زائد بلا معنى، يبقى القران ليس بليغا. فألحدوا في كلام الله، يعني أثبتوا التوكيد ليلحدوا في كلام الله. شفت بقى؟ يبقى في نوع أنكر التوكيد أصلا بالخبل العقلي وقال لك لا، ده كل تكرار بالتوكيد يفيد معنى جديد، وده كلام خبل. وناس تانية قالك لا في توكيد، في توكيد في القرآن، يبقى القرآن غير بليغ، لأن التوكيد معناه بيؤكد على معنى قد وقع. وإذا كان القرآن جاء من عند حكيم فالحكيم لا يكرر كلامه بلا داعي، طالما قالوا مرة بيقولوا تاني ليه؟ شفت بقى طريقتهم. واعترض الملحدون على القرآن والسنة بما فيهما من التأكيدات، وأنه لا فائدة في ذكرها، وأن من حق البلاغة في النظم إيجاز اللفظ واستيفاء المعنى، وخير الكلام ما قل ودل ولا يمل، والإفادة خير من الإعادة. وظنوا أنه إنما يجيء لقصور النفس عن تأدية المراد بغير تأكيد، ولهذا أنكروا وقوعه في القرآن. وأجاب الأصحاب اللي هم الجمهور بقى اللي هم بيقولوا التوكيد وقع في القرآن وفي السنة، أجابوا على الإيه؟ على الفرقتين دول المخابيل دول، واخد بالك؟ لأن عندهم خلل عقلي بينكر الواقع. وأجاب الأصحاب بأن القرآن نزل على لسان القوم، مش القرآن بيقول قرآن عربي وبيكلم عرب، والعرب في لغتهم التوكيد كثيرا، واخد بالك؟ يبقى لازم يكون فيه توكيد لأنه جاء بلغة العرب، لأنه جاء من باب إيه؟ مخاطبة المخاطب، لا من باب إيه؟ كمال المخاطب سبحانه وتعالى. فربنا بيكلمنا بحاجة اللي نفهمها، فالتكرار احنا اللي محتاجين، وربنا مش محتاج تكرار، احنا اللي محتاجين التكرار للتوكيد. التانيين قالك لا، ما اصل ربنا مش محتاج. ايوه ربنا مش محتاج، انت اللي محتاج، ما انت بتنسى، انت انسان وبتنسى. يقول لك حاجه في اول القران تيجي في اخر القران تكون نسيتها، يوم يفكرك بيها في نص القران وفي اخر القران وفي اول القران، لانك طبيعتك بتنسى. القران يخاطب الانسان والانسان ينسى، فهمت؟ زي بالظبط ايه الوهابي يقول لك ربنا مش محتاج واسطه، يبقى احنا مش محتاجين واسطه. الله، ربنا اللي مش محتاج، احنا اللي محتاجين. فهمت بقى ازاي؟ في فرق بين انك انت ايه يعني تنسب صفه الله الى العبد، تسحب صفه. يقول لك اذا سالك عبادي عني فاني قريب، ربنا بيقول اني قريب، يبقى انت قريب. هو انا اله؟ هو انا رب؟ ده ربنا بيقول اني قريب، ما قالش انت قريب. شفت بقى الخبل بتاع الوهابية؟
فهمت بقى ازاي؟ او الخبل ده موجود برضه في العقليات دي، موجوده في الكتب برضه. لعلمك المكتوب في الكتب من خبل اكثر من المكتوب في الكتب من حق. يعني لو جبت كتب الخبل والكفر والالحاد وبتاع هتلاقيها يمكن ترجح عن الكتب اللي فيها الحق. شفت قد ايه؟ على مستوى كل الديانات بقى، وعلى مستوى كل الفلسفات بقى. فعلى شكل مش كل مكتوب ومجلد وفخم التجليد يبقى حق، بيوهموك احيانا. المهم، واجاب الاصحاب اللي هو الجمهور يعني بان القران نزل على لسان القوم وفي لسانهم التاكيد والتكرار، وخطابه اكثر، بل هو عندهم معدود من الفصاحه والبراعه. ومن انكر وجوده في اللغه فهو مكابر. مكابر ليه؟ لانه بينكر الواقع. إذ لولا وجوده لم يكن لتسميته تأكيدا فائدة، فإن الاسم لا يدعى إلا لمسمى معلوم لا فائدة فيه، بل فوائد كثيرة كما سنبينه. الثانية، حيث وقع فهو حقيقة. يعني لما نقول الحاقة ده معنى حقيقي ليوم القيامة. ما الحاقة؟ التكرار. الحقة التانية دي تبقى مجاز ولا حقيقة؟ فهمت بقى ازاي؟ يعني دل على الحقيقة بس بصورة مجازية، ولا هي نفسها حقيقة؟ فهمت بقى ازاي؟ كل ده طرف عقلي على فكرة. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مباحث طرف عقلي. لكن العجيب ان العقل ساعات يشت وتضطر ترد عليه في حاجات ملهاش لازمة اصلا كان يفكر فيها. فهمت؟ حيث وقع فهو حقيقة. زي ما ربك يقول ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. او كرره، كلم تكليما. يبقى معنى كلام حقيقي. مش كلام مجازي. فهمت بقى ازاي؟ اللي يقول لك بقى لا مجازي، اللي يقول لك التكرار الثاني يدل على المجاز، ده المعتزلة، انكروا الكلام اللي بصوت وحرف. فهمت بقى ازاي؟ واهل السنة قال لك لا، التكرار يدل على الحقيقة، لأن الكلمة الأولى تدل على الحقيقة، يبقى الثانية تدل على مثلها. فهمت بقى ازاي؟ حيث وقع فهو حقيقة، وزعم قوم أنه مجاز لأنه لا يفيد إلا ما أفاده المذكور الأول، حكاه الطرطوسي في العمدة. ثم قال: ومن سمى التأكيد مجازا فيقال له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول نحو عجل، عجل. أنا بقول لك عجل، عجل. عجل يعني تعالى بسرعة. طب وعجل التانية تعمل ايه؟ معناها برضو تعالى بسرعة. ما هي هي، يعني اسرع اسرع، نفس المعنى. فهمت ازاي؟ نحو عجل عجل ونحو. فان جاز ان يكون الثاني مجازا جاز في الاول، ولانهما في لفظ واحد، لانهما في لفظ واحد. واذا بطل حمل الاول على المجاز بطل حمل الثاني عليه، لانه قبل الاول. الثالثة، أنه خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ على التأكيد إلا عند تعذر حمله على مدة محددة. العجيب اللي بيحققوا المخطوطة كتبوها مدة محددة، وفي المخطوطة على فائدة مجددة، واللي في المخطوطة أصح. فأنا ما أعرفش ليه لعبوا في اللفظ وغيروه. يعني انت لو حطيت العبارة إلا عند تعذر حمله على فائدة مجددة تبقى أحلى. إيه مدة محددة دي؟ مش ماشية. لكن العجيب اللي حققوا المخطوطة قال لك لا، دي شكلها نعملها. طب ما تكتب بقى في الهامش إن في المخطوطة كذا، علشان حتى. لكن للأسف نسختي أنا مش كاتب في المخطوطة، فقعدت جبت نسخ تانية، قعدت أدور حكم نسختي دي فيها اللي فيها العبر كلها. فلقيت ان بعض النسخ كاتبين في الهامش ان في المخطوطه ايه فائده مجدده. بيقول لك الخلاف الاصل ان انا اكرر الكلام او اكده، لان الاصل ان انا اكون صادق في كلامي. واخد بالك ازاي؟ فلا يحمل اللفظ على التاكيد الا عند تعذر حمله على فائده مجدده. لكن لو انا كررت اللفظ لفائده مجدده يبقى ما اعتبروش تجديد، يبقى الحاح مش تاكيد، الحاح. يعني انا اعرف انك انت لا تطيع الامر بسرعه،
واقوم اقول لك الامر واقوله لك تاني. يبقى التاني ده مش تاكيد، ده الحاح عشان تعمله، لان انا عارف انك انت لا تسارع في تنفيذ الامر. يبقى في فائده مجدده هنا منعك من التسويف. فهمت؟ الرابعه، يكتفى في تلك باي معنى كان وشرط، وما قاله ضعيف. يعني يكتفى باننا ايه، باننا في الالفاظ المؤكده ان انا ابحث عن اي معنى زائد واقول ان التاكيد اضافه لي اي معنى، فبيقول لك ده ضعيف، لان المفهوم من دلاله اللفظ ليس من باب الالفاظ حتى يحذو به حذو الالفاظ، لان اللفظ وضع لمعنى معين بإزائه، فما فيش داعي ان انا احط جنب المعنى اللي بإزائه شرط غير معلوم. فهمت بقى ازاي؟ فكل لفظ محطوط بمعنى بإزائي. أمولك نهر يعني الماء الجاري، خلاص، فما ينفعش بقى نهر تحملها انت على معنى ايه، الماء الجاري اللي بجوار بيتك. طب انا اجيبها ايه، اشرطها انها بجوار بيتي، واخد بقى، او الذي ايه يكون بشرط ان يكون عرضه لا يقل عن 10 متر. طب جبته منين يعني، جبت منين الشرط ده؟ فهمت؟ فلا بد انك انت تحمل اللفظ على دلاله معناه دون تخيل شرط جديد او معنى اضافي. فهمت بقى ازاي؟ غير معلوم بقرائن. الخامسه، في تقسيمه، وهو صناعي يتعلق باصطلاح النحاة، ومعنوي واقسامه كثيره، فلنذكر ما تيسر منها. القسم الاول التوكيد الصناعي، خلينا بكره نبتدي بقى في القسم الأول من التوكيد الصناعي اللي هو القسم الأول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفلوا